شيفر سانتي. اهلا وسهلا بكم في شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم اهم الارقام الرسميه حسب منظمتنا التونسي. واليوم في تصريح السيده سوسن الجعدي رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بالقيروان تاكد لنا انه برنامج اعاشه وهو اللي يتقدم للموجه للاطفال في المدارس ومعرف بالكونتينا فانه في القروان يوفر 21865 وجبه بارده و765 وجبه ساخنه في المناطق النائيه، وتشمل هذه الخدمه 250 الف تلميذ على المستوى الوطني. هذا كما قالت السيده سوسن الجعدي انه نسبه الفقر تشمل 21.2% من اطفال تونس حسب تقرير اليونيسيف حول وضعيه الاطفال في تونس لسنه 2022. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبه لليوم. Chiffre santé.